السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. اللقاء يتجدد. ثورة اليمنيين في جنازة الناشط اليمني الأشهر حمدي عبد الرزاق الملقب بمكحل. حمدي الخولاني كما يطلق عليه أحيانا، في غضب يمني كبير أمس في حادث مقتله. والحوثيين إن هم طبيعتهم واحدة وأسلوبهم واحد، لما بيقوموا باختطاف صحفي أو اختطاف ناشط بيبقى في السجون تعذيب لمدة أسابيع أو أشهر، وبعد كده من كتر التعذيب وإنه طبعا ما فيش رعاية صحية أو طبية فبالتالي بيؤدي إلى مقتله. أسلوب حوثي معتاد، ولكن صمت يمني كانت نتيجته أمس هي لابد أن تستغل بأن تستمر هذه الثورة والحراك أمس لاستغلاله لاستكمال مسيرة الشعب اليمني الحر للانتفاضة ضد الاحتلال الحوثي المتمثل في ميليشيات إرهابية، يعني هي جاثمة على الجسد اليمني. حمدي عبد الرزاق اللي هو الملقب بالمكحل تم تصفيته بدم بارد في إحدى معتقلات ميليشيات الحوثيين. الحوثيين التابعين لإيران بعد 5 أشهر في المعتقل ومداهمة منزله في مدينة أب واعتقال المكحل، هو يعتبر رمز كبير الآن، الشهيد يعني حمدي عبد الرزاق المكحل هو يعتبر رمز، ولابد أن هو يستغل هذا الرمز لمحاكمة الحوثيين على إجرامهم وعلى محاكمة الحوثيين على ممارستهم الإجرامية. والحقيقة أنه السبب الرئيسي في أنه هو الحوثيين اعتقلوا المكحل أنه هو كان منزل فيديوهات وكان بينتقد فيها الفساد والإجرام والممارسات الإجرامية وممارسات الفساد الحوثية، وده تاريخهم طويل من حوالي 8 أو 9 سنوات، ويشهد التاريخ وتشهد الأمم المتحدة اللي هي جابت أصلا الحوثيين بأنه فساد الحوثيين يعني يكتب فيه مجلدات يغرق بها البحر الأحمر كله. لكن الراجل انتقد، ونتيجة الانتقاد أمام فيديوهاته وإن هو طالب بمحاكمة الحوثيين وتكون محاكمة مفتوحة ومحاكمة قيادات الحوثيين لما اقترفوه من جرم كبير بحق الشعب اليمني والتراب اليمني، كانت النتيجة اعتقاله، مداهمة بيته واعتقاله. لكن في جنازته أمس شهدت عشرات الآلاف اللي وقفت في الجنازة للوقوف بوجه الحوثيين، والتف الشعب اليمني في المتمثلة في جنازة أمس للتعبير عن رفضهم للحوثيين، والتعبير عن مش رفضهم للحوثيين، التعبير عن رفضهم لإجرام الحوثيين. سرقة الحوثيين للمال اليمني، سرقة المرتبات، سرقة المقدرات، فساد عصابة تستولي على ثروات اليمن، أثار وسرقوها وهربوها بره لإيران والقطر. يعني الأثار اليمنية اللي تم سرقتها تحت يد الحوثيين موجودة في متاحف قطر. الأموال اللي تم سرقتها من اليمن ذهبت إلى نصفها إلى جيوب حزب الله في لبنان اللي بيساند الحوثيين، والباقي إلى إيران، وأيضا جزء برضو في الحسابات الشخصية للقيادات الحوثية في مصارف مسقط. ولكن هنا الشعب اليمني اللي ثار أمس في جنازة مكحل أسقطوا كل الشعارات الحوثية، بل ورفعوا شعارات لا إله إلا الله، الحوثي عدو الله، بره بره الحوثي، لا خوف بعد اليوم. ولكن كل هذا الحراك هو تعبير عن رفضهم لإجرام الحوثي، مش رفضهم للحوثي إن هو فصيل سياسي، لا هو مش فصيل سياسي، هو فصيل إجرامي، ميليشيا إجرامية. كل الشعارات الحوثية تم إسقاطها أمس في هذه الجنازة
الشعارات الحوثية المستوردة من الملالي، أقسم الشعب اليمني في جنازة المكحل أمس بأن هو دم الشهيد لن يذهب هدرا. ولكن هنا الحراك اللي حصل أمس ده لابد أن هو يستغل، ويستغل بصورة جيدة لحراك مستمر، وتصبح هذه الجنازة هي وقود لثورة يمنية. التاريخ مليء بذلك، التاريخ مليء بتغيير حكومات من ثورات، من يعني إسقاط حكومات فاسدة أو حكومات إجرامية أو حكومات فاشية نتيجة ممارستهم الإجرامية، ونتيجة أن إحدى هذه الجرائم كانت متمثلة بأحد الرموز تم مقتلها أو تم استشهادها، فبالتالي يثور الشعب انطلاقا من هذه الجنازة. هذه الجنازة ستتحول إلى لعنة للحوثيين وتطارد الحوثي، بس لازم الشعب اليمني يلتف أكتر وأكتر، يستغل أكتر وأكتر استغلالا لهذه الحادثة الإجرامية في الشهيد مكحل، وأيضا في حق الشعب اليمني. مكحل هو غالي على اليمنيين، وغالي على العرب المؤيدين لليمن الحر، لكن احنا مش مستغربين من الصمت الدولي. في صمت دولي، منظمات حقوق الإنسان أو منظمات حموم الإنسان اللي صدعت دماغنا، واللي بتستغل فقط للضغط على الدول الشريفة، وتستغل فقط للضغط على الدول لممارسات سياسية وقحة من حكومات غربية، تسلط المنظمات الحقوقية وحقوق الإنسان فقط لابتزاز الدول العربية فقط. ولكن لما يتم استشهاد أحد الناشطين أو اختطاف الصحفيين أو اختطاف الناشطين اللي بيعبروا عن رأيهم ضد إجرام الحوثيين أو ضد إجرام الميليشيات الإيرانية في المنطقة أو الميليشيات الإخوانية في المنطقة، لأن الاتنين لواجهين لعملة واحدة، لكن هنا منظمات فين؟ طب فين هانز جرودنبرج المبعوث الأممي اللي صدع دماغنا؟ اختفى، نايم على ودانه، ما بيصحاش دلوقتي، صايم هو فما بيصحاش اليومين دول، طول شهر رمضان والشهور اللي فاتت كان صايم برضو ونايم برضو، الراجل مش موجود. المفروض هانز جرودنبرج ده لما يجي يقابل اي حد من المجلس الرئاسي اليمني ما يتكلموش معاه الا غير في ملف المكحل، ما يتكلموش معاه الا غير في ملف الناشطين والصحفيين اليمنيين المختطفين في السجون الحوثيه. المفروض ما يتكلموش معاهم غير في كده. في لفته انسانيه جميله اتاخرت ولكن صدرت فجر اليوم من الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي اليمني، بان هو قرر راتب شهيد لحمدي الخلاني اللي هو حمدي المكحل من يعتبر من ضمن شهداء القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية، وان هو تم اصدار راتب ليه، لانه اطفاله يعني اللي ظهروا في الصور انهم مش مالهمش اي عائد مادي يعني، ودي لفتة كريمة جدا. ولكن المفروض المجلس الرئاسي اليمني اللي بياخد مرتبات من السعودية واللي بياخد مرتبات من مقدرات الشعب اليمني، المفروض ان كل صحفي يمني تم اختطافه وكان بيعبر عن يعني حرية الشعب اليمني وبيقاوم الحوثيين عبر قلمه، المفروض ان انت لو الصحفي دوت اسرته ملهاش عائل غيره هو تم اختطافه، المفروض تطلع له مرتب، المفروض ان انت تطلع له معاش، ده واجب. المفروض ان انت بترعى يعني أبناء وطنك، المفروض أن أنت تستميت في المطالبة بالإفراج عن المختطفين اليمنيين في السجون الحوثية اللي هم بقى قتلوا في صف الشعب اليمني، اللي هم كانوا بيواجهوا الحوثيين في أرض المعركة بالسلاح أو أرض المعركة بالقلم أو بأرض المعركة عبر القنوات اليوتيوب أو الفيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي. هم بيحشدوا الشعب اليمني اللي مقاومة ضد الحوثيين عبر صوته، سلاحه هو صوته، فانت لازم ان انت تقف يعني بجانب كل دول، سواء مقاتل يمني في المعركة تقف بجانب أسرته وتطلع له راتب وتطلع له وترعاهم في المستشفيات وترعاهم في التعليم وترعاهم، المفروض ده دورك يعني. حتى لا انت بتحارب ولا عايز تحارب
ولا انت عايز ان انت تقف مع الناس. طب انت كمجلس سياسي بتعمل ايه؟ بتستقبل بس مبعوث الامم بس، وتستقبل مش عارف مين، وتقعد مع ده وتظهر في التلفزيون وتاخد راتب بس، مفيش اكتر من كده، ما بتعملش اكتر من كده. وكل ده دي كل دي سياسه سلبيه. السياسه الايجابيه ان انت تبقى حريص على وطنك، وتبقى حريص على امنك، وتبقى حريص على مواطنيك اللي هم انت بتستمد بقائك ووجودك منهم. مفيش رئيس، مفيش مجلس رئاسي بيعبر عن نفسه، ده بيعبر عن شعبه اللي موجود. شعبك اللي مطحون ده انت لازم انت تقف جنبه. فده شيء بنطالب بيه يعني. لكن الحوثيين هم سكتوا على اللي حصل امبارح من ثورة عشرات الالاف في جنازة حمدي عبد الرزاق المكحل. لا، الحوثيين قاموا بعد انتهاء الجنازة بحملة اعتقالات كبيرة جدا، طالت كل النشطين او كل الناس وما كانوا رصدين ده كل يعني كل الناس اللي هي كانت بتقوم برفع شعارات لمقاومة الحوثيين، فعملوا حملة اعتقالات. لو الشعب استغل الجنازة اللي كانت امس دي باستمرارها اليوم وغدا وغدا وغدا، مش في قاب بس، تنتشر في كل المحافظات المحتلة تحت إجرام الحوثي، لازم تستغل. مفيش حد هينقذ اليمن غير الشعب اليمني. لا مجلس رئاسة هينقذك ولا أي حد تاني هينقذك. مفيش حد هينقذك. اللي حاول يساعدك ساعدك قبل كده، لكن لأكن أنت ما بتتحركش. إذن الحراك لازم يكون بداخلك كمواطن يمني. جات لك فرصة من ذهب أمس في جنازة المكحل. الرسائل الربانية ما بتجيش كتير، بتأتي يعني فرصة، وأحيانا بتأتي تباعا، ولكن لما أنت تبقى أنت لا تستغل دي، وأن أنت تنقى بنفسك وبن أسرتك، وأن أنت تشوف أمنك وأمانك في شخصك وفي ذاتك، لا، أمنك وأمانك من وطنك نفسه، لازم أنت تستغل الأمر ده. مفيش شعب تخلص من ميليشيات إجرامية إلا لما الشعب انتفض، الشعب نفسه انتفض. الجيش المصري ما قامش في 30/6/2013 إلا لما الشعب نزل في الشارع 20-30 مليون واحد، إدوا تفويض للجيش بمقاومة الإرهاب الإخواني المحتمل. ده اللي بيحصل، ينزل الشعب يدي تفويض للجيش، الشعب ينزل، أنت انزل كيمني عشان تفوض المجلس الرئاسي أو تفوض جيشك إن هو يقدر يحرر بلدك. لكن أنت تفضل في بيتك وتقول أصلا ما فيش مرتبات، أصلا ما فيش، دي أسباب أدعى إن أنت تقوم وتثور على الحوثيين. الحوثيين اللي هم شايفين نفسهم إن هم أصبحوا دولة، وغير راضيين، وننتبه للكلام ده كويس، الحوثيين كميليشيات غير راضية عن الاتفاق السعودي الإيراني، ومش عايزين يمشوا ورا، ومش قابلين الضغوط الإيرانية، مش عايزين الضغوط الإيرانية. الحوثيين يروا أنفسهم مختلفين عن الحشد الشعبي وعن حزب الله وعن الميليشيات الإيرانية اللي في سوريا، هم مختلفين. احنا مش زي دول، احنا دولة، هم شايفين نفسهم كده. في حلقة كاملة هتكلم عن الموضوع ده، مفاجأة كبيرة. الحوثيين يروا أنفسهم مختلفين، احنا مش ميليشيات، احنا مش زيول لإيران، احنا دولة. اتفاقك يا إيران مع السعودية انت حرة فيه، لكن انا لا، انا مش همشي معاك في اللي انت ماشي معاه. دي مفاجأة الحوثيين عايزين يمشوا فيها. ولكن الضرب على الخشوم وارد جدا. حفظ الله الجميع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.